وطنا وطنيا هو الوسيلة الأنجح لإسماع صوتنا كنساء. تسمع صوتها إلا إذا كانت ممثلة تمثيلا جيدا في كافة القطاعات. وعليه فالمشاركة السياسية للمرأة وضمان الذي يقول لا للعنف ضد المرأة. إن حزب الاستقلال هو كما يعرف الجميع من الأحزاب القليلة في تعلمين ما الخبر، تعذرينني قبل أن أخطئ، وتعفين عني قبل أن أتوب، وتسامحينني تحسنين إلي وتعتذرين من التقصير. أمي ليتني أغسل بدموع الوفاء قدميك وأحمل في مهرجان حياتنا عليك. كيف أرد الجميل لك بعدما جعلت بطنك لي وعاء وصدرك لي سقاء وحضنك لي غطاء؟ كيف أقابل إحسانك وقد شاب رأسك في سبيل إسعادي ورق عظمك من أجل راحتي وحنودب فخرك لأنعم بحياتي؟ كيف أكافئ سهام بوغيدن كاتبة فرع العرقوب منظمة المرأة الاستقلالية ورئيسة جمعية دومس للثقافة والتنمية البشرية؟ كما العادة ارتأت منظمة المرأة الاستقلالية الاحتفال بعيد المرأة ككل عام، وبهذه المناسبة هو احتفال حزبي نسائي حزبي 100%، وكنتمنى للجميع نساء العالم سنة سعيدة وكل عام وهن العيد. ككل سنة ارتأت منظمة المرأة الاستقلالية الاحتفال بعيد المرأة، وهو احتفال حزبي نسائي 100%، وكل عام والمرأة بخير وكل عام وهي العيد. محمد محي على اللجنة المركزية مدير المكتب التخصصي نائب البرلمان محمد أمين حمد الله نائب المكتب التخصصي حزب الاستقلال. هذا اليوم نحتفل بالعيد اليوم العالمي للمرأة، واللي استقبلنا فيه عشرات وبالمئات من الاخوات في احتفال منهم، وطبيعه الحال مواكبه مع جميع الانشطه اللي تتكون على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. وهذا اليوم طبيعه الحال جمعنا فيه النساء لنعرف مشاكلنا هنا على مستوى القطاع العام وعلى مستوى القطاع الخام، ثم من اجل النهوض بهذه المراه اجتماعيا وسياسيا وثقافيا لغدا كمشاركتها اخوها الرجل في واحد مجموعه ديال الميادين. هناك اقبال كبير من قبل قطيع النظير في واحد المسامره اللي حضروا فيها واحد العدد ديال الاخوات، وانضمنا في واحد الحفل حنه ثم كلمات وقصائد شعريه لنوهت بالمراه كذلك ومكانتها على مستوى المجتمع داخل هذه المدينه اللي هي جهاد والذهب القويره. بالمناسبه نتمنى لهذه المراه كل التوفيق وكل نجاح ان شاء الله، وعمر مديد ان شاء الله لتحقيق كل ما تتمناه ان شاء الله في مستقبلها الزاهر.